يعطيكم ألف عافية آراك، معكم زميلتكم جودي البيار. إن شاء الله اليوم راح أكون معكم بشرح محاضرة الفيشيا من الـ Head and Neck Anatomy. صراحة يعني المحاضرة نوعا ما أسئلتها بتيجي من اللابات غالبا، نظريا يا دوب سؤالين سؤال يجي عليها، فيعني حاولوا ركزوا على الصور أكتر، لأنه الصور بيجي عليها أكتر من 3 أسئلة تقريبا بلاب. لما أتذكر السنة الماضية إجا سؤالين بالثيوري على محاضرة الفيشيا، وكان من ضمن كان يعني من ضمنهم سؤال على الفيشيا، والسؤال الثاني كان على السبيسس اللي موجودة بالفيشيا اللي هو البارت 2 من هاي المحاضرة اللي هو من هون اللي هو الفيشيا سبيسس اوف ذا نيك. تمام، كان سؤال على الفيشيا وسؤال على البارت 2. بالنسبة لللاب بتذكر لأ إجا 3 أسئلة، والثلاث أسئلة كلهم إجوا من الفيشي مش من البارت 2 من المحاضرة، فركزوا عليها وعلى الصور تحديدا مش كتير على الثيوري، وركزوا على الأشياء العامة يعني شوي هيك بالثيوري، لأنه بتذكر يعني حتى يعني الأسئلة ما كانت أصلا صعبة، كانت سطحية شوي. اوكي سو يلا خلينا نحكي، بسم الله ونبلش. اول شيء خلينا نحكي شو هو الفيشيا. الفيشيا هي عباره عن طبقه كونكتيف تيشو، يعني هو عباره عن نسيج ضوء بالعربي، بيكون على شكل باندز يعني حزم او شيتس يعني زي شكل اوراق. اوكي بتحيط لي بالمسلز العضلات والفيسلز اللي هم الاورده والشرايين والنيرفز اللي هي الاعصاب الموجوده بجسمنا. تمام، يعني عبلاطه الفيشيا بالواقع هي زي طبقة النايلون راب، أوكي، أو زي هيك طبقة ورق الزبدة هذا الرفيع، بتكون محيطة بجسمنا. في منها بيكون محيط بالمسلز، في منها محيط بالفيسلز، في منها محيط بالنيرفز، وكل طبقة منها حسب بشو محيطة بنسميها. هذا رح نشوف له تحت كيف هذا الإشي بنطبقه. تمام، ولكن مبدئيا خلونا نكون عارفين إنه إحنا اليوم رح نحكي عن الفيشة تبعت النك تحديدا، ما رح نحكي عن الفيشة تبعت البودي. تمام، طيب نك فيشة بيحكي لنا إنه in the neck the layers of fascia act to support internal structures. تمام، إنه هي بتدعم لي الأعضاء الداخلية الموجودة داخل الرقبة. تمام، في عنا بالرقبة two parts أو خلينا نحكي تفرعين للفاشيا أو نوعين للفاشيا. في عنا superficial cervical fascia، في عنا deep cervical fascia. تعالوا نشوفهم على الصورة من هون. أوكي اوكي شايفين هون هيك، اوكي هيك، اوكي ومن قدام نفس الشيء هيك. هذه بنسميها superficial cervical fascia. اوكي اما deep cervical fascia فهي بتتكون من عدة طبقات، البريتراكيال لاير تمام، والكاراتويد شيت، والبريفيرتبرال لاير. تمام، هلا في عنا هون طبقة هيك انفستينج اللي هي هاي من هون وهاي من هون، هدول بسميها الانفستينج لاير اللي بتكون جزء من الديب سيرفايكال فيشيا، بس هي مش مكتوبة هون. تمام، هون السوبرفيشال لاير بتكمل هيك. تمام، ولكن يلي لجوا لهون، او خلونا نميزها هذيك بلون تاني، يلي لجوا لهون اللي هي هاي وهاي اللي هيك، هاي investing layer. تمام، أما باللون الأحمر هي عبارة عن superficial cervical fascia. تمام، إذا نعيد بس هيك على السريع عشان ما تكونوا تخربطوا. طيب حتى نمشي بلون تاني غير الأحمر. أوكي superficial cervical fascia هذه هي، شوفوا هيك 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 هيك، هذه كلها هيك للجنب حد هون. تمام تمام، اما الانفستينج لاير يلي راح نحكي عنها لتحت، بس انا بدي افرجكم اياها من هلا عشان ما تخربطوا، يلي هي هاي هون هيك يلي لجوا. تمام، يلي هي هاي هيك، السوبرفيشال بتكون براها. تمام، السوبرفيشال من اسمها هي the most superficial، هي اكثر اشي سطحيه. تمام، الديب سيرفايكال فيشيا عبارة حكينا عن 3 طبقات، هذا راح نحكي عنه بالتفصيل لتحت. تمام، بس خلونا نمسح عشان افرجكم اياهم هون. حكينا في عنا الكاراتويد شيت يلي هي هذه هيك، اوكي وهيك. تمام، وفي عنا البريفيرتبرال فيشيا اللي هي هيك. تمام، وفي عنا البريتراكيال فيشيا يلي هي هيك. تمام، بس هدول هم راح نحكي عنهم هلا بالتفصيل الممل.
طيب إذا حكينا إنه النيك فيشيا بتكون عبارة عن two fascias, superficial cervical fascia أول وحدة, وdeep cervical fascia المكونة من pre-tracheal والcarotid والprevertebral والinvesting layer. تمام؟ تعال نحكي عن superficial cervical fascia بالتفصيل بداية. تمام؟ superficial cervical fascia بيحكينا إنه هي it lies between the terminus and the deep cervical fascia. تمام؟ بيحكينا عبلاطة يعني إنه هي موجودة بين الجلد. تمام؟ هسا هي حكينا هي the most superficial layer. تمام؟ هاي هي ال superficial cervical fascia. تمام؟ هاد يلي برا هذا هيك اللون وردي هذا المشمشي هذا الجلد. اوكي؟ يعني انت طلع يعني بتطلع على الجسم الجلد اسلخ الجلد وشيله رح تلاقي تحته اول طبقة هي superficial cervical fascia. تمام؟ شيل هاي الطبقة, شيل طبقة النايلون راب هاي تبعت superficial cervical fascia رح تلاقي تحتها شو deep cervical fascia. تمام؟ يعني اذا شلت هاي هاي هيك عنا هذا هيك من برا الجلد. تمام؟ اذا شلته رح اشوف هاي اللي يعني هي superficial cervical fascia, اذا شلتها رح اشوف deep cervical fascia وهكذا. تمام؟ فيها عدة structures. ايش هي الstructures الموجودة بالsuperficial cervical fascia؟ حكينا انه هي lies between the dermis, يعني هي موجودة بين الجلد وبين الdeep cervical fascia. اوكي؟ انا صراحة حابة الونهم عشان ما تتخربطوا. اذا زي ما حكينا هاي superficial cervical fascia. تمام؟ تمام. طيب حكينا بيحكينا انه هي موجودة بين الجلد. اوكي؟ الجلد يلي هو هاد هيك من برا هذا هيك كله من برا هذا هيك 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 هذا هو الديرمس او اللي هو الجلد. تمام؟ و احنا اي لون حطينا الديب سيرفايكل فيشيا اللي هي هذه حكينا عنها. تمام؟ هيك بكمل هيك. تمام؟ يعني عبلاطة زي ما احنا شايفين هاي superficial cervical fascia موجودة بين ال deep cervical بين ال deep cervical fascia وال dermis. تمام؟ وطبيعي لأنها موجودة بيناتهم رح يكون وصلها أو هي رح تكون توصل لي تغذية عصبية, تغذية شريانية, تغذية وريدية للدرمس أو للجلد. تمام؟ عشان هيك بنلاحظ إنه من مكونات ال superficial cervical fascia neurovascular supply to the skin, يعني تغذية عصبية للجلد. تمام؟ وبنلاقي فيها superficial veins من الأمثلة هاي الفينس الموجودة فيها external jugular vein, احفظوا ممكن يجيب عليه سؤال. وأيضا بنلاقي فيها superficial lymph nodes, fat, دهون, platysma muscle, هلا رح نحكي عنها بالتفصيل. يعني إشي موجود تحت الجلد طبيعي إنه يكون فيه شغلات بتغذي للجلد. الجلد فيه تغذية عصبية, فيه تغذية وريدية, فيه تغذية من الجهاز المناعي, يعني فيه lymph nodes, ففيه فات وفيه البلاتيزما مصل. هلا رح نحكي عن البلاتيزما مصل. أوكي. طيب هون مبينة بالصورة ولا لا؟ يس هيها شايفين هذه هيك هيك اللي بدي أمشي عليها هاي هيك. هاي 1 اوكي بالجهة اليمين وهاي 2 بالجهة اليسار من الجسم. هسا انتو عارفين ايش هاي الصورة, يعني انا سوري نسيت احكي لكم اذا عارفين انتو ايش هاي الصورة او لا. بس هاي الصورة اعتبروا انتو عم تطلعوا على راس حدا من فوق, انتو عم تطلعوا من فوق. تمام؟ هو هيك زي العمود تحتكم انتو بتطلع عليه من فوق. اوكي وين وصلنا؟ البلاتيزما. اوكي حكينا البلاتيزما هاي العضلة الموجودة بالرقبة من الأمام تقريبا بتكون متداخلة مع superficial cervical fascia. تمام؟ عشان هيك راح نحكي عنها. تمام؟ إذا superficial cervical fascia blends, يعني تقريبا blend بمعنى شو اسمه blend تندمج. اوكي دمج معناها with the platysma muscle. تمام؟ The platysma is a broad superficial muscle which lies anteriorly to the neck. هي عبارة عن عضلة سطحية okay, قريبة من الجلد موجودة بمقدمة الرقبة. تمام؟ هلا رح نحكي عن الأشياء المحيطة بهاي العضلة من فوق ومن تحت وعن التغذية لهاي العضلة. تمام؟ هسا من تحت هاي البلاتيزما
اوكي هاي شايفين هاي البلاتيزما مصل، وفوقها رح نلاقي هيك زي طبقة نايلون شفاف او ورق يعني اللي هي superficial cervical fascia تمام. شلتها رح الاقي تحتها او هي اصلا مدموجة فيها البلاتيزما مصل تمام. خلينا نحكي نشوف ايش بيكون محيط فيها تمام. inferior بحكينا من الاسفل الفايبرز كروس ذا clavicle، شوفوا هاي من الاسفل اوكي الفايبرز تبعت هاي العضله الالياف بتخترق الكلافيك اللي هو هذا الكلافيك اللي هو عظمه الترقوة اوكي نعرفها. superiorly يعني من فوق البلاتيزما inserts into the inferior border of the mandible تمام. بيحكي لنا انها بتعمل insertion بالجزء التحتاني اوكي من الماندبل او اللي هي الفك السفلي تمام. طيب خلينا نحكي هون عن الاوريجين والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن. هسا احنا تقريبا عرفنا الاوريجين والانسرشن تمام. هسا الاوريجين موجود مبينه يعني هي تقريبا بتطلع من الفاشيا اللي بتكون محيطه بالبكتورال جيرد اللي هو البكتورال جيرد بالعربي مش عارف صراحه ايش معناه بس اللي هو والله ثانية ما اعتقد انه معنى اصلا بالعربي بكتورال ريجون اللي هي نسبة للبكتوراليس ميجر والبكتوراليس ماينر موسلز الموجودة هون تقريبا تمام موجودة بالصدر يعني هي تمام. فهو الأوريجين تبعته من الديب فاشيا اللي بتكون محيطة بالبكتوريال ريجون بمنطقة الصدر تمام. insertion حكينا باللور بوردر اوف ذا مانديبل. طيب خلينا نعرف الاكشن تبعته. هسه الاكشن عشان نعرفه بنتحرك من الانسرشن اوكي للاوريجين يعني من هون لهون. ايش يعني الحركه رح تكون depress of the mandible والجو يعني رح ننزل الماندبل والجو تمام. النيرف سبلاي لإلها هو عباره عن السيرفايكال برانش من الفاشيال نيرف يعني الفاشيال نيرف عبلاطه تمام. الفاشيال نيرف له عده تفرعات اي فرع بالضبط اللي بغذي لي البلاتيزما مسل اوكي هو السيرفايكال برانش البرانش اللي بغذي لي الرقبه تمام. dermis muscles يوم بحكي لنا عن المسلز يلي بتكون يعني كتير قريبة من الديرم أو اللي هو من الجلد تمام. البلاتيسما البالمس بريفيوس يعني اسمه هاي تحفظهم مش فكونا يعني ما بجيب أسئلة هاي الشغلات صراحة الدكتور انتوا ركزوا على الأساسيات ويا دوب حتى الأساسيات يجي عليها أسئلة بصراحة. طيب نبلش بالديب سيرفايكال فاشيا. بحكينا الديب سيرفايكال فاشيا موجودة بديب يعني بشكل عمق للسوبرفيشال فاشيا والبلاتيزما مصل معلومة بديهية. This fascia is arranged to into several layers حكينا هذا الاشي فوق. حكينا شو اسمه انه these layers support the structures and vessels of the neck معلومة بديهية كمان برضو نفس الشيء يعني حكينا انه اصلا الفاشيا هي طبقة بتعمل support وبتدعم تمام. ايش هم هدول layers للفيستينج surrounding layer حكيت لكم عنها شو اسمه فوق تمام بس انه يعني حكيت لكم انه مو موجود بالصوره هون اوكي هون ما كانت موجوده حكيت لكم عنها اوكي. ديب سيرفايكال فيشيا مكون من عده طبقات الانفيستينج اوكي والبريثراكيال حكينا والبريفيرتبرال والكاريتويد شيت اوكي. طيب نحكي عنهم واحد واحد اوكي. الانفستنج لاير تعال نقرب اوكي هي موجوده باللون الاخضر. هي الانفستنج لاير هي الموست سوبرفيشال لاير من الديب سيرفايكال فيشيا هي اول شيء تقريبا موجوده هون. هسه اذا متذكرين كان في عندنا لبراها السوبرفيشال سيرفايكال فيشيا تمام لبعدها رح الاقي هاي الطبقه يلي هي هيك. هسه هاي باللون الاخضر في فوقها كمان طبقه هي مش مبينه يعني بالصوره ما مش حاطه لكم اياها عشان هون الصوره بس للديب سيرفايكال فيشيا تمام. بس هيك فوقها اللون الاصفر هون مش مبين اوكي اورنج هيك فوقها superficial cervical fascia تمام. بنشيلها رح نلاقي تحتها على طول الانفستنج لاير يلي هي اصلا باللون الاخضر هون هيها في الصوره تمام. الانفستنج لاير هاي الموست superficial تمام. وهاي البريتراكيال بتكون محيطه بالتراكيا الفارينكس هون الثايرويد جلاند ان
تمام البري فيرتبرال يلي بتكون محيطة بالفيرتبرال بالفيرتبرال فيرتبرال بوديز تمام بالفقرات يعني، وشو اسمه الكاروتيد شيت بيكون محيط بمجموعة من الأوردة والكذا، رح نحكي عنهم ده تحت بالتفصيل تمام. إذا الفيستينج لاير بحكينا إنه هي الموست سوبرفيشال لاير من الديب سيرفايكال فاشيا، بتكون محيطة بالستركتشرز يلي موجودة بالنك. اسمع في جمل أقسم بالله يعني خلص هي صح محطوطة بالسلايدات وكذا، بس يعني هي يعني جمل بديهية ما إلها أنتوا يعني لما الإنسان يجي يدرس لازم يكون ذكي ويعرف إيش يدرس وإيش ما يدرس، في جمل جد ما بدها دراسة يعني خلص بالبديهة بتيجي تمام. بيحكي لنا إنه هاي الفيستيك لوير meets the trapezius و هون في حرف سي أتوقع هون لأ في حرف تي اوكي زيدوها sternocleidomastoid اوكي sternocleidomastoid هون هدول لازم نشتبه اوكي it splits into two layers and completely surrounding them. طيب يعني بيحكي لنا انه ال investing layer بتلتقي بالترابيسيوس موسل، الترابيسيوس اللي هي شكلها مثل الترابيزويد اوكي موجوده بالظهر هاي العضله، والسترنوكلايدوماستويد هي عضله موجوده بالرقبه من الامام اوكي هسه هاي بالظهر اوكي الترابيسيوس موسل موجوده ولا لا ترابيسيوس اوكي مش مبينه هون اوكي ولا هون اوكي الترابيسيوس موسل ويت متأكد منها وين احنا اوكي موجودة بالظهر شكلها مثل الترابيزويد اللي هو ايش بالعربي اللي هو هذا زي النجمة الرباعية اوكي يعني بيحكي ان هذه الانفستنج لاير يعني بتكون او بتلتقي بي من وراء بعضلة الترابيسيوس اوكي موجودة بالظهر من قدام بالسترنوكلايدوماستويد سترنوكلايدوماستويد من اسمها هي عضلة بتربط بين السترنم اوكي وال كلايدوماستويد الستيرنم الماستويد بروسس تبعت ال افكراي موجوده بالصوت ثواني استنى نفرجكم اياها برضو احسن ستيرنو كلايدو ماستويد اوكي هيا هيا بتربط بين الستيرنم اوكي والماستويد بروسيس اوكي تبع الراس تمام. طيب فهو بيحكي لنا انه هذه الانفستنج لاير من ورا راح تكون متصله مع الترابيزيوس ومن قدام مع الستيرنوكلايدوماستويد. تعال نشوفهم بالصور كيف هاي الستيرنوكلايدوماستويد هذه العضله تمام والترابيزيوس مش موجودة غالبا ثواني هيا اوكي يعني هادي عبلاطة اوكي هاي وهاي هاي الترابيزيوس موصل تمام وهاي حكينا الستيرنوكلايدوماستويد تمام. طيب بحكي لنا the investing fascia looks like a tube تمام هي شكلها مثل التيوب زي ما احنا شايفين هاي هون باللون الازرق هاي من قدام من هون هيك هاي باللون الازرق تمام شكلها مثل الانبوب من قدام ومن ورا حكينا من ورا مع الترابيسيوس ومن قدام مع الاسترنوكلايدوماستويد تمام. تعال نشوف ايش بيكون محيط بهذا التيوب اللي هي الفاشيا من فوق ومن تحت و الى اخره تمام. من فوق نحكي عن البوستيريور والانتيريور. انتيريورلي هاي هاي الانفستنج لاير ايش في فوقها من الامام شو رح الاقي اللي هي هاي شايفين هاي جزء من الهايويد بون تمام
تمام. ميل البوستيرير رح يكون في عاملة اتاش، تمام، يعني رح تكون رابطة بالإكسترنال أوكسيبيتال بروتوبرنس. متذكرين الأوكسيبيتال بون كان فيها زي بروتوبرنس أو خلينا نحكي نتوءات بارزة ب والله ثانية تمام هايهم تذكرتوهم، هاي الاكسترنال بروتوبرنس تبعت الاوكسيبيتال بون. تمام، هاي الانفستينج لاير من ورا بتكون متصله فيها، وبالاضافه للسبيرال نكل لاين تبعت السكال. سبيرال نكل لاين تبعت السكال تعالوا برضه اذكركم فيها عشان ما احس حالي بحكي سنسكريتي معكم. تمام، يلا بعد افتح لنا هاي، هاي ال شو اسمه ال superior knuckle lines. تمام، هون في عنا ال inferior knuckle lines، وبالنص هادي عنا اللي هي ال protuberance يلي حكينا عنها. تمام، هذا الخط هيك وهيك ال superior knuckle line، هون وهون ال inferior knuckle line، وبالنص بنلاقي ال external occipital protuberance. تمام تمام، إذا هذه ال investing layer بتكون على شكل تيوب أمامي وخلفي. تمام، من الأمام من فوق بتكون ملتقية مع الهايويد بون، أما من الخلف من فوق بتكون ملتقية مع السبيريال نكل لاين، أوكي، والإكسترنال أوكسيبيتال بروتوبرنس. تمام تمام، طيب نيجي نحكي عنها من الأسفل. من الأسفل من الأمام بتكون شو اسمه عاملة أتاش أو ربط مع السباين تبعت الأكرومين تبعت السكابيولا. متذكرين عضلة السكابيولا اللي هي جاي هيك شكلها مثل مثلث بالظهر؟ طيب تعال نذكركم فيها برضه، هيا اوكي صورة اكبر. هاي هادي هاي الاكرومين بروسس تبع السكابيولا. تمام، و شو اسمه موجودة بالظهر زي ما شفنا. تمام، إذا بيحكينا إنه هادي ال التيوب يلي من الأمام من الأسفل، أوكي، راح تكون متصلة مع الإسباين والأكرومين تبعون السكابيولا. الإسباين تعالوا أفرجكم إياه برضه من الجهة الخلفية الإسباين، هيا هذا الخط، أوكي، إسباين شكله زي الإبرة وبنهايته بيكون الأكرومين. تمام، هاي الفيستنج لاير بتكون متصلة فيه من الأمام من الجهة الأمام يعني من التيوب الأمامي. أما من الخلف سوري كمان في نكمل بالكلافيك اللي هو عظمة الترقوة. تمام، و المانيبريوم تبع الستيرنوم. متذكرين الستيرنوم؟ تعرف أرجكم هسا الستيرنوم اللي هو عظمة القصب بالعربي. تمام، بيكون شكله مثل هيك. تمام، وهيك كيف بتكون طالعة الأضلاع منه بالصور. تمام، المثلث هذا يلي فوق هيك كنا نسميه المانيبريوم. تمام، هاي هي المانيبريوم، اوكي، وبتكون متصلة من هون مع الكلافيكل، والكلافيكل من هون، والكلافيكل بيكون من ورا متصل مع السكابيولا. يعني هاي من الجنرال اناتومي، مش عارفة إذا متذكرين بس هاي نذكرناكم فيها. تمام، إذا التيوب الأمامي من الأسفل راح يكون متصل مع السباين والأكرومين تبع السكابيولا ومع الكلافيكل والمانيبريوم تبع السترنوم. أما بوستيريرلي التيوب اللي جاي بوستيرير راح يعمل اتاشمنت مع النكل ليجمنت تبعت البرتبرال كولوم، أوكي، أخذتهم بالهذا، أوكي، اللي هي بنسميها ليجمنتم نكاي. تعالوا برضه أذكركم فيها عشان يلي بيعملوا شو اسمه ريفرش أو شو اسمه إعادة ضبط مصنع هيك كل سنة. يلا عاد اعمل بيست. يا رب أصلا نلاقيها مبينة. أوكي هيا عاد باللون الأزرق يلي بيوصل بين الفقرات. تعال نشوف كمان صورة إلى هون مبين ولا لا. نفس الشيء هاي، أوكي، هي جوا مثل الشيت أصلا هي بتكون عاملة، أوكي. طيب
إذا نعيد بس هيك على السريع. أوكي، حكينا الانفستنج لاير هي الموست سوبرفيشال لاير من الديب سيرفايكال فاشيا، تمام. حكينا إنه هي بتلتقي بعضلة بالظهر من الخلف وعضلة من الأمام بالرقبة. العضلة يلي بتلتقي فيها من الخلف بالظهر هي عضلة الترابيسيوس، أوكي، ومن الأمام بتلتقي بالرقبة في عضلة بنسميها الاسترنوكلايدوماستويد مسل، تمام. عشان هيك هاي الانفستنج لاير بتنقسم لتو لايرز، اوكي، بيكونوا محيطين بهدول الترابيزيوس والسترنوكلايدوماستويد مسل. هاي حكينا الترابيزيوس، اوكي، وهي الاسترنوكلايدوماستويد هون، تمام. هاي فرجيناكم اياهم هون برضه. هدول التو لايرز بيكونوا على شكل تو تيوبس امامي وخلفي. التيوب الأمامي من الأعلى بيكون متصل مع الهيويد بون، ومن الأسفل بيكون متصل مع المنابريم تبعت الاسترنم، مع السباين والأكرومين تبعون السكابولا، ومع الكلافيكل، تمام. التيوب الخلفي من فوق بيكون متصل مع الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرينس تبعون الاكسيبيتال بون، أوكي، بالإضافة للسبيريال نكل لاينز يلي برضو موجودين بالاكسيبيتال بون، تمام. من الأسفل شو راح يكونوا متصلين من باليوتيوب الخلفي؟ راح يكونوا متصلين بالنكل ليجمنت تبعون الفيرتيبرا، اوكي، او اللي هم بنسميه ليجمنت النكل، اوكي. خلصنا هيك الانفستنج لاير اللي هي اول طبقه والموست سوبرفيشال لاير من الديب سيرفايكال فاشيا. نيجي للطبقه اللي بعدها، نيجي للبري تراكيال لاير. اوكي، هاي البري تراكيال لاير زي ما احنا شايفينها هيك هيك بتكمل هون هيك، اوكي، بس هي مقسومه لقسمين هسه رح نحكي عنهم. في عندنا ماسكولار وفي عندنا فيسترال بارت. هذا بنسميه فيسترال بارت وهذا من الامام بنسميه ماسكولار بارت، اوكي. بس يعني بشكل عام هذه كلها هيك عباره عن بريتراكيال لاير، بمعنى اخر برضو هيها هون هيك، اوكي، ده. The pre-tracheal layer of the fascia is situated anterior to trachea in the neck. هي موجودة هاي الطبقة للأمام من التراكيا بالنك، يعني بتكون محيطة بالتراكيا. التراكيا هي القصبة الهوائية، تمام. هاي واضح إنها أصلاً أمامها، أوكي، هي أمامها من الأمام، تمام. أما من ورا بتكون خلف الإسوفيجس أو اللي هو المريء بالعربي، يمكن أعتقد إنه المريء بالعربي. أوكي، it extends between the hyoid bone. هسه رح نحكي عن الامتداد تبعها لهذه البريتراكيال لاير، تمام. بتمدد من الهايويد بون من فوق، أوكي، ومن تحت بتوصل لعند البريكارديوم. البريكارديوم يلي هي عبارة عن طبقة connective tissue، أوكي، بتكون محيطة بالقلب، تمام. تراكيا، اسفيجس، ثايرويد اند انفراهيويد. اوكي، هاي التراكيا، تمام. اسفيجس يلي هو، تمام. ثايرويد جلاند يلي هاي باللون النهدي هون وهون، تمام، اوكي. والانفراهيويد مسل يلي هم بيكونوا تحت الهايويد بون، تمام. بس احنا حكينا انتوا هيك تطلعوا معي تخيلوا احنا بنطلع على راس واحد من فوق، راح اشوف الهايويد بون، اوكي، الهايويد بون هيك شكلها، تمام. تحتها، اوكي، او حواليها سوري، راح اشوف البريتراكيال لاير، اوكي. هاي البريتراكيال لاير من فوق متصله حكينا مع هاي الهايويد بون، ومن تحت بتضل ممتده لتوصل لشو؟ البريكارديوم اللي هو طبقه الكونكتيف تيشو المحيطه بالقلب، تمام. طيب هسه التراكيا والاسوفيجس المريء والثايرويد جلاند، اوكي، والانفراهايويد مسلز، هدول المسلز اللي موجودين من تحت هذه الهايويد بون، كلياتهم بيكونوا انكلوزد او محاطين بالبريتراكيال فيش، تمام. هسه اناتوميكلي، يعني من ناحيه اناتومي، بنقسم هذه البريتراكيال لاير زي ما حكيت لكم لمسكولار بارت وفيسترال بارت. المسكولار بارت هذا اللي هو البارت الامامي، والفيسترال بارت اللي هو هذا. هسه من اسمه فيسترال بارت يعني محيط باعضاء. شو الاعضاء اللي موجوده ضمن هاي الطبقه؟ حكينا التراكيا والاسوفيجس والثايرويد جلاند، تمام. اما المسكولار بارت من اسمه محيط بمسلز. شو هاي المسلز اللي موجوده في هاي المنطقه؟ حكينا هم عباره عن الانفراهايويد مسلز، تمام.
بحكي لنا the posterior aspect of the visceral fascia is formed by contributors from the buccopharyngeal fascia, a facial covering of the pharynx. تمام. بيحكي لنا إنه the posterior aspect أو الجهة الخلفية من هاي اللاير اللي هي the pre-tracheal layer, تحديدا الفيسيرال فاشيا اللي حكينا عنها اللي هي هاي, بتكون مكونة أو بيساهم في تكوينها الباكوفارينجيال فاشيا أو اللي هي الفاشيا اللي بتكون محيطة بالفارنكس. أوكي, طبعا مش موجود هو هون بالصورة, بس أكيد عارفينهم أنتو الفارنكس واللارنكس ودول الشغلات. تمام, بس يعني هي معلومة محطوطة هيك رفع التعتب, يعني مش بحاجة لحفظ بحس أصلا. تمام, إحنا مهم نعرف لأنه الـ pre-tracheal layer بتكون مقسمة لجزئين, muscular part والvisceral part. تمام, muscular part بتكون بتحتوي على infrahyoid muscles, والvisceral part بتكون بتحتوي على trachea والإسوفيجس والthyroid gland. هاي الـ pre-tracheal layer من فوق بيكون موجود الـ hyoid bone, ونزولا من الأسفل بتكون بالبيريكارديوم بتنتهي. تمام, طيب نيجي نحكي عن اخر طبقه من طبقات الديب سيرفايكال, لا سوري, ثالث طبقه من طبقات الديب سيرفايكال فيش اللي هي بري فيرتبرا. بضل عندنا الكاريتويد بس اخر شيء. تمام, اوكي, البري تريكيال لاير, البري فيرتبرا لاير. هسه هاي البري فيرتبرا فيشيا بتكون من اسمها محيطه بالفيرتبرا كولوم بالعمود الفقري والعضلات برضه المربوطه فيه. فيعني مثلا اذا متذكرين قلنا هاي الترابيسيوس موسلز لما حكينا عن ايش الانفستينج لاير. تمام, وحكينا هادي سيرنوكلايدوماستويد لاير. تمام تمام, هسه هاي البري فيرتبرال فيشيا اللي هي هادي باللون الزهري, شايفين هاي انا علمت لكم اياها برضه, هاي خلينا نمسح هون بلاش تخربطوا. تمام, هذه هي البلون البرتقالي اللي علمت لكم اياها, شايفين هاي العضلات اللي جواها, هاي هي المسلز, هم اكثر من عضله بصراحه لازم تحفظوهم, السكاليني مسلز اللي هي هادي وهادي وهادي. اوكي, و بري فيرتبرال مسلز وديب, يعني اعتقد في صوره هم موجودين فيها. اوكي, السكاليني في عنا ثلاث, بعدين في عنا سبرينيوس, بعدين هاي اوكي برضو هون, لا صعب تحفظهم من هون ولا هون. اوكي ثانية بس اشيك انهم اكيد مش موجودين عشان ما تحفظوهم, اصلا اذا مش موجودين هون راح تحفظوهم من اللاب. يس هايهم هون, بس هادي كتير خطها صغير. طيب يس هايهم هون, سكاليني انتيريور, سكاليني ميدياس, ليفيتر, سبلينيس كابيتس. اوكي سامي, صراحه مش كلهم راح يكونوا محفوظين, مطلوبين منكم حفظ, بس بماده اللاب مش متذكر ايش اللي بس راح تدرسوهم من اللاب, بلاش نحفظهم من هون كلهم, هنحفظ بس يلي بالصورة, بس نعرف السكاليني مصل. تمام, الباقيات بتحفظ بس المطلوبين منكم باللاب, بلاش تحفظوهم صراحة, ويطلعوا اصلا مش مطلوبين, يعني بلكي تغيرت مادة اللاب, بلاش تحفظوا اشي زيادة, يعني انتوا اللي فيكم كفيكم, يا دوب تحفظوا اللي عليكم. طيب حكينا انه هاي الفيشيا بتكون سراوندينج للفيرتبرال كولوم والاساسويتد مسلز زي السكاليني مسل, البري فيرتبرال مسلز, والديب مسلز اوف ذا باك اوف ذا نيك. اوكي, مش طالب هي تعداد منكم صراحه هون, يلا احسن. It has attachment along the anterior, posterior and superior inferior axis, يعني هاي السوبر البري فيرتبرال لاير بيكون لها attachment او ارتباط بالانتيريو بين الامام والخلف. اوكي, ومن فوق ومن تحت. اوكي, من كل الجهات. تعال نحكي عن الاتصالات تبعتها. مثلا من فوق هسه نفرجكم اياها بالصوره, هاي هي اوكي, من فوق بتكون متصله مع البيس تبعت السكال بقاعده الجمجمه. تمام, من تحت بتكون متصلة مع الاندوثوراسيك فاشيا اوف ذا ثوراسيك كافيتي, بتكون متصلة مع الفاشيا تبعت الصدر. تمام, من الامام بتكون متصلة مع الترانسفيرس بروسيس
تبعت الفيرتيبرال باديز تمام بالفيرتيبرال كولوم، ومن الخلف بتكون متصلة مع النكة الليجمنتية اللي حكينا عنها اللي هي ليجمنت النكاي. إذا نعيد، من فوق بتكون متصلة مع البيس أو ديسكال، من تحت بتضل تمتد لتوصل للفيشة تبعت الثوراسيك كافيتي أو اللي هو القفص الصدري تمام، و شو اسمه من الأمام بتكون متصلة مع الترانسفيرس بروسيس. مش عارفة إذا متذكرين الترانسفيرس بروسيس هو هاد شايفينه. طيب فمن الأمام بتكون متصلة مع الترانسفيرس بروسيس تبع ال هدول vertebral تبع ال vertebras أو اللي هي الفقرات تمام، والvertebral body تبع الفقرات تمام، ومن الخلف بتكون متصلة مع النكة ligament أو اللي هو ligament النكاي تمام. The anterior lateral portion of the prevertebral fascia forms the floor of the posterior triangle of the neck. طيب بيحكي لنا انه الجهة الأمامية والجانبية من البريفيرتيبرال فاشيا من هاي الطبقة بتكون لي الفلور أو الأرضية تبعت البوستيريور تريانجل. هسه انتم متذكرين انه بالرقبة كان في عنا anterior triangle، كان في عضلات، كان في عندي عضلة اللي هي هون اوكي، وهون كان في عندي البوستيريور تريانجل تمام. بيحكي لنا انه هاي الطبقة اللي هي البريفيرتيبرال فاشيا بتشكل لي الأرضية أو الفلور تبعت المثلث العضلات الخلفي تبع الرقبة تمام. It also surrounds the brachial plexus. Okay, هسا إحنا التغذية العصبية بتطلع من عدة plexus. Okay, في عنا brachial موجودة في منطقة البريكيا يعني الرقبة تمام. بتطلع منها plexus أو يعني بتطلع منها زي تفرعات عصبية. Okay, بتكون هاي الطبقة اللي هي ال intervertebral fascia محيطة بهدول brachial plexus. تعال أفرجكم إياها برضو. شايفين هادي بلاكسس اوكي هيك لار بلاكسس هي بتكون محيطة فيهم. طيب as it leaves the neck and subclavian artery as it leaves the neck and subclavian artery as it passes through the lower neck region تمام. هسا وهي يعني هاي الطبقة وهي هسا حكينا انه هي بتبدأ من من قاع الجمجمة تمام، من البيس تبعت السكال وبتضل مكمل حكينا لتوصل للصدر، يعني رح تمر من الرقبة. بحكي لك لما تمر من الرقبة رح تكون محيطة بالبريكيال بلكسس، رح برضو تحيط لي بالسبكليفيان ارتري هو ارتري موجود بالرقبة كمان، و شو اسمه يعني أثناء نزولها بتكون ماشي باتجاه الأكسيلري ريجن أو بمنطقة الإبط تمام عشان تعطيني الأكسيلري شيت. نعيد قلي حكينا نرتب لكم أفكاركم كمان مرة. هلا حكينا إنه في عندي طبقة اسمها prevertebral layer. هاي prevertebral layer بتكون محيطة بال vertebral column تمام، والعضلات الأساسية with them زي السكاليني muscles والprevertebral muscles والdeep muscles تبعون the back of the neck تمام. حكينا انه هي لها اتصالات من الامام والخلف ومن فوق ومن تحت. من فوق حكينا انها بتتصل بالبيس باتسكال، من تحت حكينا بتتصل بالاندوثوراسيك فاشيا تبعت الثوراسيك كافيتي، ومن الامام بتتصل مع الترانسفيرس بروسس تبعت الفيرتبروس والفيرتبرال بودي، ومن الخلف بتكون متصله مع النكه الليجمنت تمام. حكينا انه هذه الطبقه من جهه الانتيريور واللاترال يعني من الامام والجنب بتساهم في تكوين او بتكون محيطه بال شو اسمه البوستيريور تريانجل اوف ذا ماسلز اوف ذا نيك تمام، فبالتالي هي بتشكل لي الفلور تبع هذا البوستيريور تريانجل اوف ذا نيك.
ايضا اثناء هاي الطبقه اثناء نزولها من البيز اوف ذا سكال لتوصل للصدر راح تمر بالرقبه، فلما تمر بالرقبه راح تكون او راح تحيط بالبريكيال بلكسس اوكي وبالسبكليفيان ارتري اللي موجود بالرقبه تمام، راح تضل نازله لتوصل الصدر جهه الاكزيلري ريجون او اللي هي جهه الابط لحتى تساهم في تكوين الاكزيلري شيب تمام. طيب نيجي نحكي عن الطبقة الأخيرة اللي هي الكاروتويد شيد أو تسمى بالإنفرسينج كاروتويد تمام. الكاروتويد شيد هي عبارة عن بيرد ستركتشرز اون ايذر سايد، يعني هي انه هاي الشيد بتكون تو بارت، عندنا على اليمين وفي زيها على اليسار، يعني توينز اوكي بمعنى اخر. which includes important neurovascular bundle of the neck، بتكون محيطة بمكونات النيورو اللي هي عصبية وفاسكولر وريدية وشريانية موجودة في الرقبة تمام. نيجي نحكي عنها بالتفصيل. هلا بحكينا انه هذه الكاروتويد شيد الكونتنتس او المكونات يلي موجودة فيها هم اربع، في عنا الكومون كاروتويد ارتري اوكي هون بالهاي مش محددينهم. طيب هنا اوكي هاي الكومون كاريدويت ارتري الانترنال شكل الفين فيجاز اوكي والسيرفاكال ليف نودز مش موجودين من هون غريب، هون بس محددين الفيجاس نيرف ثواني هاي هون واضحين، هون واضحين من حال انترنال جاجيولار فين لونه ازرق والاحمر الكومون كاريدويد ارتر وهذا الفيجاس نيرف تمام. هسه نحكي عنها يلا. إذا حكينا الكونتنتس أو المكونات يلي بتكون موجودة بالكاروتويد شيد هم الكومون كاروتويد أرتري يلي هو هاد تمام، والإنترنال جوجولار فين يلي هو هاد تمام، وهون غطينا عليه إحنا شوي وين هيك هاي الصغيرة اللون أصفر اللي هو الفيجاس نيرف تمام، وفي عنا سيرفاكال ليمف نودز مش مبينين عنا في الصورة تمام. هاي كمان مرة هاي الانترنال جوجولار فين، هاي الكومون كاريدويت ارتري، وهاي الفيجاس نيرف تمام. بحكينا the fascia of the carotid sheath is formed by يعني هاي الفيشيا اللي هي هادي هيك اوكي وهيك، هاي الفيشيا بيحكينا تتكون او بساهم في تكوينها الجزء الخلفي من البريتراكيال اللي هي بريتراكيال فيشيا تمام، والجزء الأمامي من البريفيرتبرال فاشيا، ومن الجنب من الانفستينج فاشيا تمام. إذا هي تتكون by contributors from the pretracheal والبريفيرتبرال والانفستينج فاشيا layers تمام. The carotid artery bifurcates within the sheath into the external and internal carotid artery تمام. بيحكينا ان هذا الكاروتويد ارتري زي ما احنا شايفين هون جوا هاي الشيب بينقسم لقسمين الاكسترنال والانترنال كاروتويد ارتري زي ما احنا شايفين، بس احنا هيك بالصوره بنتفكر واحد، بس بيحكي لك انه هو بيعمل بايفوركيشن يعني بينقسم لا جوا هاي الشيت لا external وinternal carotid artery تمام. The carotid fascia is organized into a column which runs between the base of the skull to the thoracic mediastinum تمام. بيحكينا انه هذه الكاروتويد فاشيا تمتد من البيز اوف ذا سكول لتوصل للمدياستم او اللي هي المنطقه اللي بين الرئه والقلب تمام. The communication is important clinically because it's considered as a pathway for the spread of infection from the neck to the thorax تمام. هسا هذا الاتصال ما بين البيز اوف ذا سكول والنك لحد الثوركس بهاي الأعصاب والشرايين والأوردة بيكون مهم كلينيكيا. ليه كلينيكيا هذا الاشي بيكون مهم؟ لأنه هو بيكون باثوي أو طريق نعمل من خلاله فحوصات نقدر من خلالها نعرف السبريد أو اتجاه يلي بيمشي فيها الالتهاب تمام. يعني على سبيل المثال
احنا بنعرف انه هاي الكاروتيد بلش من البيس اوف ذا سكال ووصل لوين؟ للمدياستم، تمام. فانا اذا لقيت التهاب بالمدياستم انا بكون عارفه انه وصل من خلال هذه الشيء، تمام. فانا بكون متوقعه انه هو هذا الالتهاب مشي اما بكاروتيد ارتري او بالفيغاس نيرف او بالانترنال شو اسمه ايش اسم الفين الانترجيكولار فين، تمام. فهذا الاشي كلينيكيا بسهل علي نعرف الباث واي تبع انتشار الانفكشن بين النك والثوركس، بين النك والصدر، تمام. طيب هسه راح اوقف شوي المحاضره، مش عارف اعملها بارتين ولا لا عشان هذا الجزء الاخير من المحاضره فاشل سبيسز اوف، لان اكون من 3 صفحات خفيفات لطيفات سهلين اصلا كمان، تمام. بس خلينا نراجع شوي ايش حكينا في المحاضره بالبارت 1. طيب حكينا عن الفاشل، حكينا انه هي عباره عن طبقه نسيج ضام بتضم لي بين شو اسمه بين muscles وأعضاء visceral parts وغيره وغيرات، بتكون على شكل bands و sheets تعمل supporting لهاي muscles و visceral و nerves تبعت البادي، تمام. احنا بهاي المحاضرة نحكي بس عن النك فاشيا، حكينا انه هي قسمين superficial cervical fascia و deep cervical fascia، تمام. وبدينا نحكي عن superficial cervical fascia، حكينا ايش فيها مكونات ومن ضمنها اللي هي البلاتيسما مصل، حكينا هاي البلاتيسما مصل ايش من فوق ومن تحت وايش الانيرفيشن تبعها والاوريجن والانسيرشن وكذا. بعدين حكينا عن الديب cervical fascia وقلنا انها بتتكون من عدة مكونات، بدينا نحكي عنها بالتفصيل. superficial layer من هاي الديب cervical fascia هي investing surrounding layer، تمام. حكينا عن هاي layer كيف انها بتمتد بين الترابيزيوس والسترنوكلايدوماستويد وايش بيكون انها بتنقسم على شكل 2 تيوبس وايش بيكون محيط بكل تيوب من فوق ومن تحت. بعدين حكينا عن البريتريكيال لاير وكيف انها بتنقسم لجزئين ماسكولار بارت وفيسيرال بارت، وحكينا كل بارت ايش بيكون فيها، وحكينا ايش بيكون فوقها وايش بيكون تحتها. فوقها مثلا هاي البون وتحت بتضل مكمله للبريكارديوم، تمام. البريفيرتيبرال لاير حكينا عنها، حكينا انها هي بتكون محيطه بالفيرتيبرال كولوم بالسكاليني مسل بال الديب مسل تبعت الظهر وغيره وغيراته، حكينا انها الها اتصال من فوق ومن تحت، حكينا عنه بالتفصيل ومن قدام ومن ورا والى اخره. حكينا اخر شيء عن الكاروتويد شيث ايش الاشياء يلي بتكون فيها الكونتنت تبعونها و فقط، تمام. شكلي راح اعمل بوز او حكمل مش عارفه صراحه. طيب يا جماعة نكمل بهاي الجزئية، يعني هي آخر جزئية وكتير بسيطة، يعني اللي هي الفاشيال سبيسز أوف ذا نيك، تمام. إذا فهمتوا وحفظتوا البارت 1 من هاي المحاضرة اللي هو الفاشيا راح تقدروا تفهموا هذا البارت بسهولة، بس إذا ما كنتوا دارسين يعني ما بتقدروا تدرس هذا البارت قبل ما تدرسوا الجزء الأول، تمام. بس هاي هي الفكرة. طيب بسم الله ونبلش. هلا أبي أحكي لنا إنه في عنا سبيسز موجودين بين طبقات الفاشيا اللي حكينا عنهم بالبارت الأول، تمام. وهاي الفراغات يلي موجودة بين طبقات الفاشيا، يعني بين كل طبقة فاشيا والتانية في فراغ أو سبيس بيفصل بينهم. إذا صار في عنا انفكشن أو التهاب وصل لهاي السبيسز بيكون من السهل إنه هذا الانفكشن أو الالتهاب ينتشر، تمام. خلينا نبدأ نحكي عن هاي السبيسز. أول إشي في عنا الريتروفرينشيال سبيس، من اسمه الريتروفرينشيال سبيس، متذكرين الريتروفرينشيال فيشيا اللي حكينا عنها اللي بتكون محيطة بالفارنكس، تمام. تعالوا أفرجيكم إياها على الصورة. مو مبينة، أوكي أو هون. بس متذكرين حكينا في عنا أو يكون أدق يمكن، يس هون. هاي حكينا التريكيا، اوكي. حكينا هنا الثايرويد، اوكي، وحكينا هنا الفاركس، تمام. هسه حكينا انه الجهه الخلفيه من هاي الفاشيا اللي هي البريتريكيال فاشيا او الفيسيرال بارت تحديدا تبع البوستيرير بارت اوف ذا فيسيرال بارت اوف ذا بريتريكيال فاشيا من ورا ايش حكينا بيكون بنسميه الريتروفرينشيال شو اسمه فيشيا، تمام. ورا هاي الريتروفرينشيال فيشيا اللي هي هاي، تمام. شايفين هون في عندي فراغ وهون في عندي فراغ اللي هو بيفصل بين هون والبريفيرتبرال فيشيا، هذا الفراغ اللي هو بمعنى اخر
هون هيك هون هيك بنسميه retroferential space، تمام؟ طيب retroferential space حكينا located between the buccopharyngeal fascia، اوكي متذكرين الفارنكس هاي الساي تريكيا، وهون في عنا الثايرويد جلاند، اوكي وهون في عنا حكينا الفارنكس، تمام حكينا الجزء الخلفي من هاي البري فيرتبرال من هاي البري تريكيال فاشيا الفيسسر ادبار تحديدا يلي جاي بالخلف وراء هذا الفارنكس بنسميه باكو فارنجيال. هاي الجهة من الفاشيا كانت تسميها باكو فارنجيال فاشيا. وراها الفراغ يلي وراها يلي بيفصل بين هاي الباكو فارنجيال فاشيا والبري فيرتبرال فاشيا بنسميه ريترو فارنجيال سبيس، تمام؟ اذا ريترو فارنجيال سبيس هو سبيس بيفصل بين تو فاشيا، البري فيرتبرال فاشيا من ورا ومن الامام بيكون في عنا الباكو فارنجيال فاشيا يلي هو البوستيريور سايد اوف ذا فيسسرال بري تريكيال فاشيا، تمام؟ طبعا هاي الريتروفرينجيال سبيس من فوق بيكون متصل مع البيس تبعت السكال وبيضل مكمل لتحت ليوصل للبوستيريور ميدياستوم، تمام؟ هون بيحكينا انه الميدياستوم بينقسم لثلاث اقسام superior وميدل وposterior. هون عنا superior اوكي وهون عنا الانتيريور اوكي وشو اسمه تقريبا هون بيكون في عنا الميدل، تمام مش موضحين بالصور بس لانه حاطين لكم اياهم هم. اوكي اذا الريتروفرينجيال سبيس هسا احنا رح نحكي هدول يعني مكانهم رح يكون واضح من الاسم. انتوا بضل عليكم المكونات، المكونات صراحه حفظ بصم يعني مش يعني صح هم بديهيات بس بدهم حفظ. هل هسه بنحكي عنهم المكونات تبعت هاي الريتروفرينجيال سبيس؟ اول شيء هو بشكل رئيسي عباره عن لوسكونكتيف تيشو، تمام بيحتوي على لمف نودز. هاي اللمف نودز بتعمل الدرينج من شو؟ من النيزوفارينكس. هسه الفارينكس اذا متذكرين في عندنا النيزوفارينكس في عندنا الاوروفارينكس واللارينجيوفارينكس، تمام النيزوفارينكس هو جزئيه الفارينكس اللي موجوده بالانف، تمام اذا هاي اللمف نودز اللي موجوده بهذا السبيس اللي هو الريتروفارينجيال سبيس بتكون تعمل الدرينج من اول شيء النيزوفارينكس، تاني شي من البارانازل سينيوسس او اللي هي الجيوب ما حول الانفية، ومن الميدل اير اللي هي الاذن الوسطى، ومن التيث الاسنان، والادجيسنت بونز او اللي هي البونز المحيطة والموجودة في هذيك المنطقة، تمام هيك خلصنا حكي عنها. تعالوا نعيد كمان مرة. اذا حكينا في عنا retroferential space هذا السبيس بيفصل بين تو فاشيا، من وراء بيفصل بين prevertebral fascia ومن الامام بيفصل لي هذا retroferential space بيفصل او موجود بين تو فاشيا، من وراء موجود عندنا prevertebral fascia، من الامام منه بيكون موجود عندنا backoferential fascia يلي هي posterior aspect من visceral pretracheal fascia، تمام طبعا هذا السبيس بيمتد بين the base of the skull مع posterior mediastinum، تمام ومن المكونات اللي موجوده فيه عباره عن disconnective tissue ولمف نود. هاي اللمف نود اللي موجوده فيه بتعمل الدرينج لا nasopharynx middle ear paranasal sinuses teeth and adjacent bones. طيب نحكي عن the pretracheal space. من اسمها pretracheal lies بيحكينا in front of pretracheal fascia للأمام من pretracheal fascia communicates with anterior mediastinum، تمام بمعنى آخر تعال نشوفها على الصورة. هاي البري تريكيال فاشيا هسه شايفين هيك هذا هيك البري تريكيال فاشيا، تمام البري تريكيال سبيس اللي هو هاد هيك اي اللي جواهم اوكي شايفينه هذا هيك 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 المحيط بهاي الاعضاء اوكي هذا هو البري تريكيال سبيس lies in front of the pretracheal fascia يعني ما هاي pretracheal fascia اللي هي هاي in front يعني بالجهة الأمامية من
شو اسمه البريتريكل فيشيا وكوميونيكيت مع الانتيريور ميدياسم. هسه شوفوا ميزو حكينا البري شو اسمه الريتروفرنشال سبيس حكينا بيوصل مع البوستيريور ميدياسم. هسه بنحكي عن البريتريكل سبيس بيوصل مع الانتيريور ميدياسم مش البوستيريور. فانتبهوا لهاي الشغلات الفروقات في بينهم. المكونات لارينكس او اشي تريكيا اشي بديهي شو اسمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الجلاند الثايرويد جلاند والفارينكس تمام واللارينكس بالاضافه اللي هي الحنجره والاسوفيجس تمام. بس خلصنا حكي عنه. اذا حكينا عن الريتروفارينجيال سبيس هسه عن البريتريكيال سبيس حكينا انه موجود بالجهه الاماميه من البريتريكيال فيشيا وبيعمل اتصال مع الانتيريور ميدياستوم ومن المكونات الموجوده فيه تريكيا ثايرويد جلاند والفارينكس بالاضافه لللارينكس والاسوفيجس تمام اللي هو البلعوم الاسوفيجس. طيب بالصوره مبين نو طيب الفيسيرال بارت اوكي هسه متذكرين لما حكينا عن ال visceral fascia تمام. طبعا هذا ال visceral space بيحكينا انه هو enclosed by the visceral pre-tracheal fascia يعني بمعنى اخر هيك هسه هيك هاي الفاشيا كاملة اللي pre-tracheal fascia تمام. هيك كان عندنا ال الفيسيسرال فاشيا تمام ومن الامام كان في عنا الماسكولار فاشيا تمام. سوري احنا هون هيك غلط هيك هاي البري تريكيال فاشيا كان في عنا هون هيك الفيسيسرال اوكي ومن الامام كان في عنا الماسكولار تمام. هسا الفيسيسرال يلي هي المحيطة هيك هاي شايفين هون الفراغات هادي وهادي وهاي اوكي هاي هي الفيسيسرال تمام. الفيسيسرال سبيسز انكلوزد باي ذا فيسيسرال بريتريكيال فاشيا بيكون محيط هاي الفيسيسرال تمام هي بيكون محيطه فيها هي واضح يعني هذا الشيء وهم عباره عن فيسيسرال وبارا فيسيسرال وريترو فيسيسرال مش مطلوب منكم اماكنهم بس خلص هيك احفظوهم. اكستند فروم ذا هايويد بون تو ذا سوبيريور ميدياستم هون حكينا هاي للانتيريور ميدياستم شوفوا هون صرنا بالسوبيريور ميدياستم انتبهوا طيب تمام. عندنا الريتروفرنشيال حكينا للبوستيريور ميدياستم البريتريكيال سبيس لا الانتيريور ميدياستم والفيسيسرال سبيس بالسوبيريور ميدياستم تمام. هلا رح نحكي عن الالر فيشيا او اللي هو له اسم اخر الدينجر سبيس تمام. هلا حكينا انه الريتروفرنشيال سبيس موجود او بيكون امامه الفيسيسرال فيشيا اوكي الفيسيسرال فيشيا تبعت ال اللهم صل التريكيال فيشيا اللي بري تريكيال فيشيا تمام. حكينا اللي بري تريكيال فيشيا بتكون عباره عن ماسكولار وفيسيسرال فيشيا تمام. هسه هاي الفيسيسرال فيشيا حكينا من ورا اللي هي الريتروفرنشيال هيهم هون تمام اذكركم فيها اوكي حكينا انه الباك فرنشيال فيشيا هيك نشرح الصورة هون. هسا البريتريكيال فيشيا بتكون مكونة من جزئين الفيسيسرال فيشيا وال شو اسمه الماسكولار فيشيا. الفيسيسرال فيشيا من ورا من جهة الفارنكس هون هيك بنسميها الباكو فرنجيال فيشيا اوكي وحكينا انه المنطقة اللي وراها السبيس هذا ايش سميناه ريترو فرنجيال سبيس تمام. هذا الريترو فرنجيال سبيس تمام. في اشي بعده بنسميه ألر فيشيا اللي هو هذا الدينشر سبيس تمام. وفي عنا هون فراغ اللي هو البري فيرتبرال سبيس تمام. خليني اعيد بس عشان نرتب الافكار. هسه متذكرين لما حكينا عن خلينا نبدا هيك مع عن اول اشي حكينا عن البري فيرتبرال فيشيا سوري البري تريكيال فيشيا. البري تريكيال فيشيا حكينا انها جزئين فيسيسترال و شو اسمه ماسكولر تمام. الفيسيسترال من ورا من جهه الفارنكس سميناها باكو فارينجيال فيشيا تمام اللي هي هاي هيك. حكينا انه السبيس يلي وراها تمام يلي شو اسمه
بيفصل بين هاي الفيزسرال فيشيا والبك فرنجيال فيشيا والبريفيرتيبرال فيشيا سميناه ريتروفرنجيال سبيس. تمام هسه هذا الريتروفرنجيال سبيس تمام اي احفظوا مكانه. في عندنا هون حكينا البريفيرتيبرال فيشيا في عندنا سبيس قدامها. تمام السبيس يلي قدامها بنسميه دينجر سبيس وهو بيفصل او بيكون محيط بالالر فيشيا والبريفيرتيبرال فيشيا. نعيد ترتيب الافكار. في عندنا الفيسسرال فيشيا، في عندنا البريفيرتيبرال فيشيا، في عندنا شيء اسمه الر فيشيا. تمام السبيس الموجود بين الفيسسرال فيشيا والالر فيشيا او اللي هي هون بمعنى اخر البك فرنجيال فيشيا والالر فيشيا اسمنا ريتروفرنجيال سبيس. اما السبيس الموجود بين الالر فيشيا والبريفيرتيبرال فيشيا ايش بنسميه؟ دينجر سبيس اللي هو هذا بالاحمر. هاد يلي بدنا نفهمه انه في عندنا فيسسرال فيشيا وبريفيرتيبرال فيشيا. الفيسسرال فيشيا في وراها ريتروفرنجيال سبيس بوصل لحد شيء اسمه الالر فيشيا. تمام هاي الالر فيشيا وراها بيكون في سبيس بنسميه دينجر سبيس لحد البريفيرتيبرال فيشيا. اذا الالر فيشيا هي عباره عن تن فايبرو اريولر ميمبرين. تمام بيفصل لي ده anterior through retropharyngeal space بيفصل لي هاي الالر فيشيا بيحكينا بيفصل لي retropharyngeal space من قدام عن الدينجر سبيس من ورا. تمام هذا الدينجر سبيس موجود بين الالر فيشيا والبريفيرتيبرال فيشيا. تمام it lies posterior to retropharyngeal space it continuous with the posterior mediastinum. اوكي شوفوا مهم انها continuous مع posterior mediastinum. تمام بس هذه اذا الالر فيشيا هي thin fibroareolar membrane بيفصل لي الانتيرير ترو ريتروفرنشال سبيس عن البوستيرير دينجر سبيس. تمام هاي هي الالر فيشيا هاي باللون الاخضر. تمام الدينجر سبيس موجود بين الالر فيشيا والبريفيرتيبرال فيشيا اوكي و تقريبا يعني هو موجود برضو لخلف الريتروفرنجيال سبيس. تمام وحكينا انه الدينجر سبيس هذا اوكي بيكون متصل او بيعمل كونتينيوس مع البوستيرير ميدياستم. ليه سمينا دينجر سبيس؟ لانه منطقه خطره. ليش منطقه خطره؟ لانه بيكون متصل من اليمين مع الجهة اللي من اليسار، بالتالي إذا صار في infection راح ينتشر بسرعة مهولة في الجسم. تمام؟ its name comes from the risk that an infection in this space can spread directly to the thorax بيوصل مباشرة للصدر. تمام؟ لأنه حكينا أصلاً هو متصل مع posterior mediastinum. تمام؟ and due to that the space continuous on the left and the right side زي ما حكينا متصل من اليمين واليسار which allow infection to spread easily to either side. تمام؟ It contains loose fatty connective tissue يعني مش إشي كتير مهم حتى تعرفوه زي ما بدكم. أوكي آخر سبيس رح نحكي عنه اللي هو prevertebral space. prevertebral space من اسمه located anterior to the أوكي anterior لل vertebral bodies. أوكي هاي vertebral bodies prevertebral space قدامه. تمام وخلف البريفيرتيبرال فيشيا خلف البريفيرتيبرال فيشيا يعني شايفين هون. تمام شايفين هاي السبيسز هون بين العضلات والهاي هاي كلها هاي هي كلها بريفيرتيبرال فيشيا. تمام البريفيرتيبرال space located anteriorly للvertebral bodies اوكي هاي الvertebral body اوكي هاي anteriorly له. تمام و بيحكي لنا انه posteriorly للprevertebral fascia خلفها برضو يعني باقي الفراغات بمعنى اخر. laterally it's bounded laterally by the fusion of the prevertebral fascia with the transverse process of the vertebral bodies. تمام بيحكي لنا من انه من جهة اللاترال او من الجنب. تمام هاي الprevertebral space بيكون متصل او عامل فيوجن او دامج مع البري الترانسفيرس بروسيس اللي هو هاد. تمام و
ال vertebral تبع ال vertebral bodies. بمعنى آخر تعال عندهم بيحكي لنا إنه من جهة اللاترال تمام هاد ال prevertebral space بيكون عامل fusion مع يعني من الجوانب بيكون عامل fusion مع ال transverse process تبع ال vertebral body تمام. It contains prevertebral المكونات اللي موجودة فيه prevertebral muscles هم هدول كلهم أيوه هون مسمي منهم اللونجست كولاي واللونجست كابيتس الفيرتبرال أرتري برضو فيرتبرال فينز كليني مسلز فرينيك نيرف وبارت من البريكيال بلكسس تمام. احفظهم حفظ المكونات يعني ما بدهم إشي للتوضيح يعني بس إذا البري فيرتبرال سبيس موجود أنتيريور للفيرتبرال بوديز وخلف البري فيرتبرال فاشيا تمام. لاترالي حكينا انه بيعمل باوند وفيوجن مع البري فيرتبرال سوري مع الترانسفيرس بروسيس تبعت الفيرتبرال بودي تمام. مكوناته عضلات فيرتبرال ارتر فيرتبرال فين سكليني مسل فرينيك نيرف واجزاء من البريكال بلكسس اوكي. وهيك بتكون خلصت المحاضره يعطيكم الف عافيه يا رب.